أن عرض السير والحديث عنها ليس من فضلة الكلام وترف الحديث، بل ذلك مما ينبغي أن يعتني به الإنسان، فلا يخلو من مطالعة لسير المتقدمين والمتأخرين من أهل العلم، عسى أن يجد في سيرهم ما يشرح صدره للبر، ما ينشط نفسه للخير، ما يثبت قدمه على الصراط المستقيم. وها نحن نرى الناس تتخطفهم الفتن يمنة ويسرة، ولا تظن أنك بعيد عن ذلك، فلا يأمن الفتنة على نفسه إلا مغرور، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أيها الإخوة، سير الفضلاء والصالحين والنبلاء وأهل العلم وأهل الصلاح والاستقامة نور يقذفه الله تعالى في قلوب من انتفعوا بسيرهم وساروا على ما كان عليهم من خير. عندما نذكر السير لا نقول أنهم معصومون ولا نبلغ بهم الغاية في المقصود، لكننا نذكر نبذا من الجوانب المشرقة في حياتهم، مواضع القدوة والأسوة في مسارهم، حتى يكون ذلك عونا لنا على مزيد استقامة وصلاح ونشاط في البر والخير والتشبه بأولئك القوم، كما قال الشاعر: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. إن من أفضل ما يستفيده الناظر في سير الصالحين أن يكون معياراً لقياس ما عنده من خير. نحن نحتاج إلى أن نقيس مدى ما في نفوسنا وأعمالنا من خير. قد يقارن الإنسان نفسه بمن حوله أو بمن يعرفه ممن يراهم ويشاهده، فتقعد همته بسبب أن كثرة المحيط ناقص، كثرة من يحيط بنا غالباً يعني يقعدون بنا عن الارتقاء. يرى الإنسان على سبيل المثال أنه محافظ على الصلاة، وكثر من الناس لا يحافظون على الصلاة. يرى أنه يصلي شيئا من الليل، وكثر لا يصلون من الليل. وهلم جر من أبواب الخير كلها، يجد أن كثيرا من الناس عنها قاعدون وعنها غافلون، يجد كثيرا من الناس عنها قاعدين غافلين، وبالتالي يكون سببا إما أن يعجب بنفسه وإما أن يقصر في عمله، وكلاهما خطر. فالإعجاب يبطل العمل، والقصور يؤدي إلى النقص في مسار الصلاح، وبالتالي يفوته خير كثير. لكن عندما يقرأ سير الأئمة والعلماء والصالحين يرى أن هناك من سبقه في البر والخير، فيشحذ همته لمزيد عطاء ولا يغتر بنفسه، فمهما كان من فضل فهناك من سبقك إليه، ومهما كان من سمو فهناك من سما فوق سموك، وبالتالي ينشط الإنسان للزيادة في الخير ولا يعجب بعمله، وأيضا لا يعميه كثرة من حوله من البطالين والمقصرين. هذه بعض اللمحات التي يستفيدها الإنسان من مطالعة سير الأولين. وفي هذه النقطة على وجه الخصوص قال النيسابوري رحمه الله: من نظر في سير السلف عرف تقصيره وتخلفه عن درجات الرجال.